السلام عليكم. دلوقتي هنشوف مثال للذكاء الصناعي، وهو بلاتفورم اسمها كونكس دوت اي اي. ده عبارة عن ايه؟ ده كأن مثلا عندك منطقة مثلا، وعايز ان انت تعمل التصميم بتاعها من خلال الذكاء الاصطناعي. فأول حاجة بتعملها بتيجي هنا وتبدأ تكتب اسم المشروع، وبتحدد الدولة، وبتحدد نوع المشروع، هل هو يكون فيلا أو حاجة سكنية، حاجة مثلا مول وهكذا، تمام. وهل انت عايز تضيف فوق اخر دور كده، ممكن تعمل مثلا بنت هاوس مثلا، وبعد كده تقول له اوكي عشان تبدأ. بعد كده تحدد بقى المكان اللي انت هتعمل فيه المشروع، في اي مدينة، اي مكان، تمام. خلينا نقول مثلا ديمو هنا السعودية هي، وممكن مش عايز انا مثلا اعمل الانكس فلور، اقول له ستارت. وبعد كده تحدد بقى البلوت نمبر، تمام، بحيث ان تحدد اللوكيشن، يعني بدأ يعمل سيرش، وهنا البلوت نمبر، هنا تعمل سيرش اهوت. خلاص هو عارف المكان اللي انت هتعمل فيه المشروع، تمام. طيب انت عايز بقى الجيران، عندك جيران الناحية طبعا هنا كده، يبقى انا عندي تلات جيران، وهنا قدامي الشارع، تمام. طيب بعد كده بقى هتحدد بقى ال desired view وال main street في أي اتجاه. وبعد كده عايزين بقى نشوف ال spaces اللي موجودة. طيب بعد كده هتقول له save and submit، يبدأ هو ايه يحصل على المشروع، ويبدأ ان هو يشوفه. وبعد كده بيبدأ يديني اقتراحات كتيرة، تمام. ممكن يديني 15 اقتراح مثلا، ان ممكن تعمل التصميم دوت ودوت ودوت. طيب ممكن يكون في تصميم حلو، لكن في حته صغيره محتاجه تعديل، ليك ان انت تحملك اوتوكاد تعمل التعديل اللي انت عايزه وترفعه تاني. وهنا بيديك بقى معلومات الجراوند هيبقى قد ايه، التوتال فلور اريا قد ايه، البيد رومز هيبقى كام واحده، كل المعلومات اللي انت محتاجها هتلاقيها موجوده هنا. طيب هنا بقى هيبدا يوريك بقى الجراوند والفيرست، ولو في اكتر من دور يبدا يوريهم لك، بحيث ان انت تشوف التصميم احسن تصميم انت عايزه. وممكن تقول له انا عايز اعمل كليكتو ريندر، يبدا ان هو يعمل لك الريندر. طب انت عايز تحمله، ممكن تحمله بي دي اف او تحمله اوتوكاد دي دبليو جي، وتبدا ان انت تعدل عليه. طيب ده هنا بقى ده بيجيب لك السبيس ريفرنس، هنا المجلس، هنا الديننج روم، هنا الكيتشن، وهكذا تقدر ان انت تعدل فيهم زي ما انت عايز. وليك ان انت بعد ما تحمل تعدل، عدلت حاجة ترفعها تاني، يديك بقى التصميم الجديد اللي موجود. ده الجراوند، ده الفيرست. المفروض هنا بيبقى فيه اكتر من تصميم، وانت تختار واحد هو اللي هتبدأ ان انت تكمل عليه. ممكن تقول له طب انا عايز اشوفه، يبدأ يوريك بقى الادوار وكل حاجة، او تقول له عايز اعمل داونلود بي دي اف او صور بي ان جي او اوتوكاد دي دبليو جي. طيب انا مثلا ده اللي انا هختاره، تمام اهو، واقول له بقى ايه جيت تو دي بلان او سيت سبيسز بريفرنس. تبدا بقى تقول له مثلا المجلس اهو، طب انا عايز التوزيع دوت، او عايز التوزيع دوت، او عايز التوزيع دوت. طب انا عايز مثلا ليفنج روم، ممكن يبقى فيه اكتر من توزيع، تبدا انت بقى تختار الشكل اللي انت عايزه. الديننج روم اهوت، هتبدا تختار، هو بقى يبدا يظبطها لك على حسب المساحه اللي موجوده. هقول له سيف اند جنريت. بعد كده ابدا اشوف الحاجه هي موجوده، بحيث ان انت تقدر تحملها، متظبطه اللي يا رب بتاعتها مظبوطه على الاوتوكاد وكل حاجه، بكل تفصيل اللي موجوده، بالدايمنشن، بتفصيل السلالم، بكل اللي انت عايزه، تمام. طيب ممكن تقول له انا عايز دبل وول، او عايز اشوفها سنجل وول، فتظهر معاك شكل دوت وكل الكتابات موجوده وكل حاجه. دبل يبدا يظهر معاك بالشكل دوت. ده الجراوند وده الفيرست، تقدر تحمل برضو لو انت حابب. ويبقى احنا كده خلصنا التصميم بتاعنا.